No. 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 هذا سطح الجلد، هذا الهايرونيك أسيد لما حطيناه. الحين الهايرونيك أسيد شغلته يدور رطوبة يسحبها. من وين بيسحبها؟ ما له إلا الرطوبة الطبيعية اللي في بشرتنا من جوا. اللي بيسويه هنا إنه راح يسحبها معه، وإذا صار كذا هنا تحصل النتيجة العكسية اللي أقول لكم عليها. الحين الهايرونيك أسيد قاعد يسرق رطوبة بشرتنا الطبيعية ويسبب لنا جفاف وتهيج. هذه الرطوبة الطبيعية، هذا سطح الجلد. لكن لحظة، ما راح نحط الهايرونيك أسيد الآن، راح نبلل بشرتنا، يعني راح نعطي بشرتنا ترطيب خارجي بسيط. ولما تكون بشرتنا كذا رطبة بالموية هنا نحط الهايرونيك أسيد. طيب الحين هو جالس يدور رطوبة يسحبها زي ما قلنا، هل راح يسحب رطوبة البشرة الطبيعية اللي مرة بعيدة وجوه البشرة؟ لا، راح يسحب رطوبة الموية لأنها أقرب له. طيب حلو، كذا ماشيين صح، بس الموية راح تتبخر، وش بيصير بعدها؟ بيصير إننا ما استفدنا أي شيء من الهيرونيك أسيد ورطوبته اللي جمعها من الموية. عشان كذا لازم نحط طبقة كمان فوق الهيرونيك أسيد تمنعه من أنه يروح أي مكان ثاني، وتخليه يحافظ على الرطوبة على سطح. شوف الشر، زبدة بنات، هذا مرة حلوين، هذا الاثنين مرة حلوين مرة حلوين، يعني تعطي بلمب وترطيب ونظر. شوف الشر، زبدة بنات، هذا مرة حلوين، هذا الاثنين مرة حلوين مرة حلوين، يعني تعطي بلمب وترطيب ونظر. شوف الشر. لعلي تحمست وأنا أشوف تعليقاتكم وتفاعلكم فعجبت الروتين الصباحي كامل. شكرا شكرا صدق على التعليقات الحلوة. ثاني شيء بقول لكم شيء بسيط، ترى أنا مثلي مثلكم، يعني بشرتي تتعرض للشمس، العوامل الخارجية، للنفسية، عشان للتغذية السيئة. بس دائما إذا أحد شافني يقول ما شاء الله بشرتك حلوة، وش تستخدمين لها؟ فيها رونق، فيها كذا صحية. مو عشان منتجات معينة ولا اعتمادا على شيء معين ولا لأني بي اتش ميديسن، لا، لأني أوازن بين عاملين مرة مهمين اللي هم الترطيب والحماية. مستحيل مر يوم ما أتركهم، مستحيل. طبعا أكيد أختار منتجات تناسب بشرتي، وبقول لكم الآن كي روتيني الصباحي.
الصباحي ممكن البعض يستفيد منه بغض النظر عن المنتجات، يعني ممكن تختارون منتج. بالنسبة للروتين الصباحي، طبعا أحيانا أغسل بشرتي بغسول وأحيانا لا، حسب حالة البشرة. ثاني شيء التونر عندي جدا مهم، بما أن بشرتي مختلطة فأفضل يا إيليا أو ديرماسنس، يعني إذا بل الشوائب المتراكمة في المسام تطهير وتنقيل البشرة. بعدها يجي السبراي، طبعا عادي اختاري السبراي اللي يناسبك. أنا صراحة أحب سبراي إفكير، قد حطيت لكم صورته قبل، ماء الورد والفيتامينات أبخ على البشرة، وبعدين يعني البشرة كده تصير رطبة. بعدها أستخدم اللي هو سيروم هايلورونيك أسد، اللي هو هذا كتبت لكم عنه قبل شوي. طبعا يعتبر من أعلى تركيز الهايلورونيك أسد وقوامه حلو، شوفوا تقريبا مخلصة نصاتها. بعدها المرطب هذا، طبعا إذا أنت تستخدمين هايلورونيك أسد المفروض أن المرطب يكون ذو أساس مائي، يعني نيتروجينا، نورمال اند كومبليكيشن سكين، سكين لاب، في انواع كثير انا قد حطيتها قبل. بعدها اللي هو الواقي الشمس، ما يحتاج اتكلم يعني يسرين خلاص ختمتها بالحسابات. بالنسبه لهذا الواقي نفس البراند حق السيروم الهايلورونيك، حلو بس في لون ابيض، في بعضكم ما يحب اللون الابيض على البشره، انا بالنسبه لي شوي احبه، يعني احيانا احط، يعني انا انوع بين يسرين وهذا، لان احس كي يورد شوي، يورد خدودي، ما اعرف يعني اتوقع انه يناسب البشره البيضاء اكثر. فبس هذا الروتين الصباحي.